بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم فإنهم بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة. ما عندهم شرك الخوارج، ما عندهم شرك ولا يعبدون القبور ولا يدعون إلا الله، هذا معروف عنهم، ويجتهدون في الصلاة والصيام والعبادة لكن على غير هدى. نعم.